على الشباب المغربي أن يبادر، لأن الثقافة الآن السائدة عبر العالم عند الطالب هو أن يبادر، ليدرشيب والزعامة، والذي يبادر يجد الشغل بسهولة بالنسبة للذي لا يبادر. إذن ثقافة المبادرة، ثقافة العمل الجمعوي، لأن مع الأسف عدد كبير من الطلبة المغاربة يشتغلون بمعزلة على الآخر، ولكن عندما سيذهب إلى المقاولة لابد أن يشتغل مع الآخرين، وهذا النوع من المبادرة يشجع الطلبة على التعاون فيما بينهم كأنه في مقاولة. إذن ثقافة المقاولة تؤخذ في المدرسة، ولا ننتظر أن نلج المقاولة لكي نأخذ هذه الثقافة. إذن هذه مبادرات لابد من تشجيعها ودعمها، حتى الرياضة، الرياضة في إطار مجموعات، السطرنج، كل هذه الأنشطة التي فيها العمل في إطار جماعة لابد أن تشجع. أما العمل الخاص على مستوى العلمي فلا أس به، ولكن حتى على مستوى العلم لابد أن يشتغل الطلبة في إطار المجموعات. أولا لا هذا كلام، هذه إشاعات. الهدف الآن هو توسيع، لأن هناك عدد من الطلبة يستحقون المنحة، وليست لديهم منحة، وخاصة على مستوى التكوين المهني. التكوين المهني ليست فيه منحة، وهذا كلهم مغاربة. إذن عوض أن نزيد في المنحة لابد من توسيع، ونحن بصدد دراسة إمكانيات إدخال طلبة التكوين المهني لكي يستفيدوا كزملائهم في الجامعات.